فيديو اليوم راح نتكلم على حدث ينطيك سكن مجاني بحسابك، وكذلك هذا الحدث راح يكون عبارة عن سلسلة من الجوائز راح تحصل من عنده هواي سكنات، وبنفس الوقت راح نسوي جيف اوي لعشرة اشخاص يفوزون بسكنات ايبك من داخل حدث اللعبة الجديد، فخليك ويانا حتى لا يفوتك اي شيء. السلام عليكم، انا ميلودي، يا رب تكون بخير. مثل ما شفتوا بمقدمة الفيديو، فكلامنا اليوم راح يكون على سكنات وجوائز عدة مختلفة، لكن الشيء الأهم اللي راح أتكلم عنه حاليا هو بطولة البيجو لايف اللي سووها الموبايل ليجند وفري فاير، وخلينا نتكلم على الجزئية الخاصة بلعبة موبايل ليجند. هواية من اللاعبين ما يعرفون انه اي فريق يشارك بهاي البطولة راح يطلع فائز، حتى لو خسر من اللعبة الاولى فانت راح تطلع فائز، وخلي مشاركتك بهاي البطولة تكون بداية لك ولفريقك، لان اكو هواية سكوادات محترفة مشاركة في البطولة، فانت راح تستفاد من شغلتين. الشغلة الاولى انه انت راح تكسب بنسبة 100%، يعني لو طلعت من اول مباراة راح تربح جواهر، وكل ما تفوز اكثر راح تربح جواهر اكثر، لحد ما توصل للتوب 8 راح تحصل حتى توصل مبالغ مادية بقيمة 4000 دولار تتوزع على الفائزين. ومو بس هيجي، لنفترض انه انت شاركت بالبطولة وخسرت من اول مرة، بمجرد متابعتك للبطولة كذلك راح تربح جواهر وجوائز. راح اترك لكم اسم الحساب الخاص اللي بث البطولة باول تعليق داخل البيجو لايف، ومشاركتك بهيش نوع من البطولات راح تثمر عليك بعديد من الفوائد. راح تلعب ضد فرق قوية، راح يروح عندك الخوف والارتباك من البطولات، بالاضافة راح تربح على جوائز، بالاضافة لعبك راح يقوى، وكذلك لو حالفك الحظ وانتم سكوات قوي وما معروفين فراح تنشهر وتنعرف من خلال هاي البطولة. اما الان خلونا نقول الف مبروك للفائز بعجلة الحظ. اذا تريد تفوز بعجلة الحظ وتحصل على واحدة من جوائز العجلة، كل اللي عليك تسوي تحط لايك للفيديو وتشترك بالقناة وتعلق اي تعليق، وراح يتم اختيار تعليق عشوائي. يلا نصلي على حبيبنا محمد ونبلش الشرح. بالتحديث القادم راح ينزل هذا حدث السحب الجديد، وراح تقدر تحصل من خلاله على سكنين، سكن نخبة وسكن عادي. في حال اشتركت بالحدث راح تحصل على سكن نخبة من اول مهمة تسويها، وفي حال ما اشتركت بالحدث فراح تحصل على سكن نورمال بمجرد انه انت توصل للمستوى الاخير. بالحالتين حتى سعر الاشتراك مال هذا الحدث جدا بسيط، واللي هو 50 جوهرة راح تحصل من خلالها على سكنين وكذلك جوائز عدة مختلفة، والمهام سهلة وبسيطة عبارة عن لعب مباريات لا اكثر. وكذلك راح ينزل حدث ثاني هم عبارة عن لعب مباريات، كل مباراة تلعبها راح تحصل جائزة بالمقابل، فكذلك راح يكون بيها سكن وراح يكون بيها جولد وراح يكون بيها بطل من اختيارك. فالتحديث القادم ان شاء الله راح يكون مليء بالسكنات والاحداث والمهام اللي تسويها وتحصل مقابلها على جوائز مختلفة مثل ابطال وسكنات وغيرها. اما الان خلونا نتكلم على سكن زاسك الزودياك اللي ايجاري فامب وصار احلى من قبل. راح اترككم مع افكتات وحركات السكن داخل جيم بلاي حتى تتعرفون عليها، وطبعا السكن تقدرون تجيبونه بنجوم اورورا من خلال الاشتراكات اللي تشتركوها، وتشترون الصندوق اللي موجود بالمتجر اللي بعشر جواهر وممكن يتضاعف ويطلع لك 50 نجمة. اترككم مع تكملة الفيديو، في امان الله.